وقالت عضوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كريمة أبو نور إن الأعضاء لديهم توصيات واضحة بإلغاء كل البنود الخاصة بالطاعة في القانون الحالي. وأشارت أبو النور إلى ضرورة وضوح بنود للزواج تدعو للشراكة لتقليل نسب الطلاق. لما بتكون بنود الزواج بتدعو للشراكة وعادلة ومنصفة، ده بالتالي هيخلي المقبلين على الزواج بيتناقشوا نقاشات بتخليهم أكيد هيقلل نسبة الطلاق بعدين، لأن هم بيبقوا فاهمين إن الاتنين داخلين على مسؤوليات وعلى واجبات، غير لما يبقى إنه في طرف إنه الزوج شايف إنه هو بس بياخد حقوقه ومعلهوش أي واجبات، فبالتالي بيبقى في طرف حاسس إنه هو صاحب الأغلبية وصاحب الغلبة، مفيش إنصاف مفيش عدالة، فبالتالي ده بيؤدي لحالات استقواء، وأنا شايف إنه ده بيؤدي للطلاق. لكن لما هتبقى في بنود واضحة وبتحط العدالة بالاتنين وبتشوف مين فيهم الأكفأ ومين فيهم الأشطر ومين 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 وبتحس على الشراكة ما بين الاتنين، ساعتها طبعا هيقل الطلاق.